قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في سننه وما زلنا مع كتاب الطهارة والكلام عن الحيض والاستحاضة، قال رحمه الله: باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة الحائض. احنا انتهينا إذا طهرت، متهيألي احنا في المرأة الحائض تخطضب والمرأة تصلي في الخضاب، هذا الذي وقفنا عنده إلا نكن شيئا من ذلك فبين لي. قال: باب في المرأة الحائض تخطضب والمرأة تصلي في الخضاب. تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب في المرأة الحائض تخطضب والمرأة تصلي في الخضاب. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أبي حرة قال هو واصل بن عبد الرحمن قال عن الحسن رحمه الله أنه قال: رأيت نساء من نساء أهل المدينة يصلين في الخضاب. وقال رحمه هنا الله هنا هنا السند ضعيف، لكن في فيه أنه قال رأيته من نساء من نساء المدينة، وهذا عمل أهل المدينة. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا عمن سمع عائشة أنها سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت رضي الله عنها: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك. وأسند فيه جهل أيضا. وقال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت رضي الله عنها: أسلتيه ورغما. أوه، يعني لا تصلي فيه. قال أبو يعني محمد يعني أنا أرغميه أي أهينيه، يعني في التراب وأسلتيه. والإسناد أيضا ضعيف. قال أبو محمد رحمه الله: أبو سعيد رحمه الله هو أبو أبي العنبسي، واسم أبي العنبسي سعيد بن كثير بن عبيد. وقال رحمه الله: أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا عن ابن عباس أنه قال: كنا نساءنا يخطضبن بالليل فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلينا، ثم يخطضبن بعد الصلاة فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأنا وصلينا بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة. إذا اسعى في ذلك يا أبو الجيفل، اسعى في ذلك أنت. نعم تفضل. وقال رحمه الله: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد الله جميعا عن أيوب عن نافع رحمه الله أن نساء ابن عمر رضي الله عنهما أن نساء ابن عمر رضي الله عنهم جميعا كنا يخطضبن وهن حيض. وقال رحمه الله وهو إسناد صحيح. وقال رحمه الله: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نساءنا إذا صلينا العشاء الآخرة اخطضبن، فإذا أصبحنا أطلقنه وتوضأنا وصلينا، وإذا صلينا الظهر اخطضبنا، فإذا أردنا أن يصلينا العصر أطلقنه فأحسن خضاب ولا يحنس. فأحسن خضاب. قال فأحسن خضاب خضابه. قال فأحسن خضابه ولا يحبس عن الصلاة. ولا يحبسن عن الصلاة. ولا يحبسن. ولا يحبسنهن. ولا يحبس. ولا إيه؟ ولا يحبسنهن. نعم. ولا يحبسن. ولا يح. قل يو. يا لما يو. قل ولا يو. ولا يو. لن تأتي معك. أنت مستعجمها فلذلك مجد تأتي. ولا يحبسن عن الصلاة. ولا يحبسن عن الصلاة. نعم اختفر. نعم. الحمد لله. جزاك الله خير. هذه الحديثة جاءت في مسألة الخضاب. ما هو الخضاب؟ الخضاب هو لون طلاء على اليد لا يمنع الوضوء. أولا هو لا يمنع الوضوء ولا يمنع وصول الماء الى العضو، وهو مؤقت ليس تغييرا للخلق الله، من التغيير الذي يجوز في هذا الباب. الحق انه الصلاه به يعني جائزه، وقد تكون خلاف الاولى، وممكن اصلا من راها ممكن ينتقد، لكن كما قلت ليس فيها ثمن شيء ان تصلي بها. ورد احاديث هنا في هذا الباب: رايت نساء من نساء المدينه يصلين في الخضام. والحديث وان كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، المعنى في ذلك صحيح. اما عائشه في قولها تصلي المرأة في الخضاب قالت اسلتيه رغما، لمن انها تريد ان يكون المرء على الكمال وهو يصلي بين يدي ربنا العلام سبحانه وجل جل في علاه. وعائشه قالت اسلتي ورغما، صح؟ ورغما قالت ورغما يعني اهني ارميه بالتراب، ولانها تدخل على الاخره فليست زينه الدنيا يقبل بها المرء على الاخره. وابن عباس كنا النساء يخطضبن بالليل فاصبحنا يعني كنا تزيح كل امراه الخضاب وتصلي، حتى قال بعد ذلك انا توضانا وصلينا باحسن خضاب ولا يمنع من الصلاه. يعني الخضاب لا يمنع من الصلاه، معنى ما لا يمنع من الصلاه فيه حكمان. وش هما حكمان مهمان؟
قال ابن عباس والحمد لله ان ابن عباس قال بذلك، قال بان الخضاب لا يمنع الصلاه. هذا فيه حكمان من الاهم المكان هنا الان، فيه حكمان. وش هو وش هما نريد هو الان؟ يوسف اين الاجابات؟ انا اريد الاجابات اصلا من الفيسبوك جميعا. ماشي احمد في الله اكبر الله اكبر. وانا اذا 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 نحن في سعاده تامه. تفضل. طهارة الخضاب. ماشي. طهارة الخضاب ليس العوره. نعم ليس العوره، لذلك اجت لها في الصحيح. غلط دي غلط. ماشي. ليه؟ لانه اصلا لا يجوز ان تظهر امام الناس. انا جاي بصلاه فقط. نعم لا تظهر امام الناس. خلاص. الثالث وجوب تغطيه كده الثاني. أنا أقول نقول فيه فيه أمور. خلاص خلينا بقى نقول ثلاثة مش اثنين. أول شيء أنه لا يمنع الوضوء. الوضوء ليس الإسلام تغطية ولا يمنع الوصول الماء إلى العضو. إذا لا يمنع الوضوء الأول كما قلت أنت بطهارته وأنه ليس بنجس في هذا الباب. الأمر الثالث وهو مهم جدا لما يقول لا يمنع الصلاة إذا لا يمنع الوضوء، ولا يمنع يعني حاله عند الدخول إلى الصلاة لا يمنع صحة الصلاة إذا كان بها زينة. ولذلك قلنا هذا يتعدى الحكم إلى خارج الصلاة. خارج الصلاة لا ليس صحيح. يتعدى الحكم إلى أريد أحد يفهمني سريعا فيجيب. يتعدى الحكم إلى أنا إجابات أشوف هنا لم يتوقف يعني توافقت معك لم التونسية هذه مبدعة يعني بتسعى لكنها ما أدري التقاعس. أنا ما أريد أظلم، هل تتقاعس أم لا؟ لكن وافقت كفي هذا. ما يدخل لا هذا الطلاء عازل والخضاب المقصود به الحناء. الخضاب الحناء نعم. أوه وضعت داليا أمر هكذا. الحمد لله الأخوات أعرف مني بذلك وأتقن، فقلنا لها لا ليس هذا الذي يقصده. نعم جيد. قلت يتعدى إلى. نعم يتعدى إلى، هو ده المهم جدا. إلى يتعدى إلى. تعرف هذا خاص بالنساء ومش عارفين يجاوبوا. حموت والله شيء منهم ده. الشامبو هي بتصلي وبتحط شامبو بالله عليك بتاع شامبو حتى المكياج ما انتش فاهم انت مش عارف تقوله ها حتى هذا لا تعرف الايه اللخبطه الايه المكياج يعني يصح ان تصلي وهي وضع احمر الشفايه يصح، يصح ان تصلي وهي وضع البودره على وجهها او الطلاق يصح، كل ذلك يصح. الفوائد المستنبطه الأصل على المنع ما لم تأتي قرينة أو يأتي دليل على المنع في استخدام الخضاب والصلاة به. الاحتجاج بفعل أهل المدينة ولكن ليس إيش، لكن ليس إجماعا. السنة حاوت كل شيء. شوف كانت المرأة عند الله جل وعلا جعل لها هذا. السنة حاوت كل شيء. سيدي رضي الله عنك قلنا الأولى أن الخضاب طاهر، الثانية الخضاب طاهر لا يمنع الوضوء. نعم. والزينة لا تمنع في الصلاة، الصلاة صح بها حتى لو صلت وهي تحوي الزينة كالخطاب وكالمكياج كما قلنا في هذا الباب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.